حياكم الله في أول حلقة من سلسلة معلومة على الماشي. بندردش معاكم عن مواضيع كثيرة ومن زوايا غير اللي تشوفونها وتعرفونها وتعودنا عليها، واليوم بناخذكم معنا في حلقة بتغير نظرتكم للموية. أسهل من شربة الموية، هالعبارة دائما نقولها لما نجتاز اختبار صعب أو نفوز في تحدي، أو نقولها لما نحقق إنجاز سهل علينا وصعب على غيرنا. لكن خلونا نشوف هالرحلة شربة الموية لين توصلنا فعلا سهلة، خصوصاً أن معظم أراضينا صحراوية وأمطارنا قليلة ومياهنا الجوفية محدودة. رحلة شربة الموية عندنا لها قصة عجيبة تبدأ من البحر وتنتهي لما توصلك وانت مرتاح في بيتك، لكن خلال هالرحلة تمر بمراحل طويلة ومعقدة. ومع كذا المملكة اليوم أكبر دولة منتجة للمياه على مستوى العالم. قبل كل شيء لازم نعرف أن معظم المياه العذبة اللي توصلنا اليوم مصدرها الأساسي هو البحر، وتحديداً الخليج العربي والبحر الأحمر اللي يعتبر واحد من أكثر البحار ملوحة في العالم. في 2024 وصلت طاقة الإنتاج اليومي في المملكة إلى 15 مليون متر مكعب من المياه، معظمها من مياه البحر. بس لحظة، تدري كم تعادل هالكمية من المياه؟ تعال نوضح لك إياها بصورة أسهل. إذا قلنا أن ساعة المسبح الأولمبي القياسي تساوي 2500 متر مكعب، معناها أن إنتاجنا اليومي من المياه يعبي 6000 مسبح أولمبي بالراحة. عشان نوضح لك هالكمية أكثر، كل متر مكعب واحد من هال 15 مليون ينتج لنا 3000 قارورة موية بحجم 330 ملي لتر. تقدر تقول بحسبة بسيطة قدرة إنتاجنا اليومي تعادل 45 مليار قارورة. وتخيل عشان نقدر ننتج كل متر مكعب من الموية العذبة هذه نحتاج نسحب 2.5 متر مكعب من موية البحر شديدة الملوحة. يمكن تتساءل هل هذا بيأثر على بيئتنا؟ وهل بنرجع بقايا عمليات التحلية للبحر ونضر الكائنات البحرية؟ الحين بجاوبك. في المملكة ملتزمين في كل مراحل تحلية الموية أننا نستخدم تقنية صديقة للبيئة اسمها التناضح العكسي، وهي بكل بساطة أغشية تصفي مياه البحر من الأملاح والشوائب بدون أي انبعاثات للكربون أو إهدار للطاقة. مو بس كذا، قدرنا نستثمر بقايا عمليات التحلية ونستخلص منها الأملاح والمعادن الثمينة لدعم صناعة السيارات والطائرات والأدوية وغيرها كثير. وهذه بحد ذاتها حصلنا فيها على براءة اختراع غير مسبوقة ومسجلة بكل فخر لوطننا، متوقع تساهم بالناتج المحلي للسعودية ب8 مليار ريال في عام 2030. تعتقد رحلة شربة الموية انتهت هنا؟ تونا في المرحلة الأولى. هالحين كل الكميات الضخمة من المياه هذه وين بتروح؟ بتروح لأنابيب توزيع ونقل للمياه محفورة تحت الأرض. وتخيل كم طولها؟ أكثر من 130 ألف كيلو متر، يعني ممكن تلف حول الأرض 3 مرات. عشان توصل هالمياه لكل السكان بما فيهم سكان المناطق الوعرة والمرتفعة مثل مرتفعات عسير، حفرنا في الجبال ووفرنا قوة دفع للمياه تعادل نافورة يتعدى طولها برج خليفة بعشرة أمتار. الصراحة رحلة شربة الموية طويلة وفيها مراحل كثيرة، لكنها شاهد على 50 سنة من إنجاز وطني عظيم خلف أبطال ومبتكرين ومهندسين يستاهلون تحية كل ما مرينا من شارع التحلية. أبطال المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اللي تحولت في عام 2024 إلى الهيئة السعودية للمياه، وهي اللي تشرف اليوم على قطاع المياه في المملكة، ومعها شركاء كل هدفهم يضمنون أن شربة الموية توصلنا بكل مكان وزمان ورغم كل الظروف والأحوال والمسافات. والحين ما زلت تقول أسهل من شربة الموية؟